من مزمور 103. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يبدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخبز عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. متابعي قناة القيامة، يستجد لقاءنا معكم وبرنامج صوت ملائكي. ضيفتنا من عنكاوة العراق المرنمة رؤى دريد الأغواني. أهلا وسهلا ضيفتنا. أهلا بك. نشكرك كثير على قبول دعوة قناة القيامة، وهاليوم نريد نشارك جمهورنا بالخدمة الجميلة اللي تتقدميها بكنيسة الرب يسوع. بالبداية نتكلم على أول ترتيلة الكي اللي هي تحت عنوان روحم سليانة، كلمات الأب الراهب أفرام جزراوي، لحن من الطقس السرياني، تم التصوير في كنيسة مار بطرس وبولس الكلدانية عنكاوة. قبل ما نعرف تفاصيل هذا العمل، نروح احنا وجمهورنا نسمع ونتمتع بهذه الصلاة المرتلة، وبعدين نرجع ونتكلم على هذا الموضوع. طبعا ترتيلة روحم سليانة هو أول عمل إلي، كان هذا كانت هاي الترتيلة من كلمات الأب الراهب أبونا أفرام الجزراوي. أقدم له تحية كلش كبيرة من خلال هذا البرنامج، وكانت من ألحان الطقس السرياني. طبعا هذا اللحن كان من اختياري، كون أنه شفتوا أنه هاي الترتيلة ككلمات وهي اللحن كانوا متناسقين، وترتيلة هي شرقية طبعا، فحبينا نقدمها بهذا الأسلوب.
هي تحكي عن حلول الروح القدس خاصة بعيد العنصرة، تتكلم عن أنه كيف التلاميذ حل عليهم الروح القدس، وكيف إحنا لازم نكون مثل الغصن اللي هو مثبت بالأرض، لازم إحنا نكون ثابتين بحب المسيح وبإيماننا. كلمات الترتيلة للأب راهب أفرام جزراوي. أبونا أفرام، هو اختارك لهذه الترتيلة أم أنت طلبتي من عنده؟ شو صارت القصة؟ صراحة أبونا أفرام، في مرة من المرات كنت في كنيسة مارتشموني بطلب من المطران، كنت دائرت هناك يعني، فتعرفت على أبونا أفرام، وبوقتها قال لي أنه صوتك جميل، وصارت بيناتنا أنه صداقة عن طريق الفيسبوك. ففي يوم من الأيام اتصل بي الأب وقال لي أنه أنا أحب أنه تعملين عمل مشترك بيناتنا، فعندي ترتيلة راح أحضرها للروح القدس، راح أكتب الكلمات، وشرح لي تفاصيل أنه شو راح تكون القصة عن هاي الترنيمة، وقال لي أنه راح نختار لحن من الطقس السرياني يكون مناسب لها. عرض أنه مجموعة ألحان، لكن بعدين بالتالي أنا اقترحت فد لحن معين واتفقنا عليه أنا والأب، وشفنا أنه هو مناسب جداً لكلمات الترتيلة ولوزنها أيضا. نعم، وتم اختيارها. اللغة الأم بالنسبة لمرنمتنا رؤى هي اللغة العربية. رتلتي أول ترتيلة بحياتك بالسريايو، ما كانت صعبة نوعا ما؟ صراحة هي تقدمة لشيء جديد، أنه أنا مصلاوية الأصل، فما أعرف أحكي السورث، وهي أصلاً هاي الترتيلة سورث بلهجة قرقوش. نعم. سو هي شيء جديد أنه أنا أقدمه، تجربة جديدة بالنسبة لي، وأحب أكيد. أنا سابقاً مرتلة باللغة السريانية، وجربت أنه أرتل بلهجة قرقوش سورث، حالياً دا أرتل كلداني، حلو أنه واحد يجرب أشياء جديدة يعني، وكله نعم. بالنهاية تسبيح اسم الرب. هذا العمل كم من الوقت استغرق؟ تقصدين أنه كتحضير للترنيمة؟ نعم. أو من بداية الترنيمة لحد ما الآن أبنائنا يقدرون يسمعوها يشوفوها صوت وصورة، لأنه هالترنيمة تنعرض عبر شاشة قناة القيامة. نعم، صراحة هي ما أخذت وقت كلش طويل، لأن أبونا أفرام ما شاء الله، الله يقويه، سريع ومبدع بالكتابة، واللحن كان جاهز بمجرد أنه أنا سويت ريكورد للحن ودزيت الأبونا، مباشرة تمت الموافقة، وبعدين رحنا أنه للاستوديو من مرة واحدة يعني، سجلت الترتيلة وكلها تمام يعني، ما رحت كذا مرة، مرة واحدة يعني. أعتقد أنه تصوير بالاستوديو ما استغرق أكثر من ساعة، ساعة وشوية. نعم. وبعدها باتفاق مع قناة العراقية السريانية، أبونا اتفق وياهم وجو حتى نسجل الترتيلة كفيديو كليب يعني. نعمل أنه يكون بالمستقبل أعمال أخرى مرنمتنا إن شاء الله. ذكرتي حضرتك مصلاوية. نعم. ولكن بسبب أحداث داعش، أي من عام 2014، هاجرت من الموصل إلى عنكاوة، ولحد الآن 2016 بديتي بخدمة الترنيم، تمام؟ نعم. ليش اختارتي هالخدمة بالتحديد؟ شلون اكتشفتي موهبة هذا الصوت الجميل؟ لديك إمكانيات صوتية رائعة. أشكرك. طبعاً أنا من زمان أحب جداً التراتيل، أسمع تراتيل، أرتل، لكن بالخفاء يعني، ما كان ظاهر الموضوع بينك يعني، وبين نفسك. نعم، دندنة، أشياء خفيفة. لكن بعدين انه صادف انه
في 2016 زارتنا أحد أخواتي يسوع الصغيرات بالبيت، وكانت تبحث عن أعضاء يدخلون للجوقة. كان جوقة يعني جديدة، هي جوقة البشارة للصبيان الكاثوليك. بس مجرد ما سألت قال يعني إنه قالت إنه أكو أحد عندكم صوته حلو، مباشرة والدتي قبل قالت لها بنتي، يعني بدون حتى ما تسألني. فبعدين قالت لي خلاص بما أنه أنت عندك صوت حلو غدا تجين للقداس. كان اليوم اللي زارتنا بينه كان يوم سبت، وثاني يوم كان الأحد. فقالت لي أنه يوم الأحد أنا أجي عليكي ونروح سوا على القداس وأخليك تنضمي للجوقة. فبالفعل أنه ثاني يوم اجت يمنا، رحنا سويا، وبعدين من خلص القداس قالت لي يلا امشي نروح على الجوقة، وخلاص انه سجلت هونك، يعني صرت عضوة. يعني مرتلتنا رؤى. نرجع الوالدة، الوالدة كانت مصدر خير، هي اللي رشحت بنته. فكنت مرتلة سابقا قدام الوالدة، دندنة قدامه؟ نعم أكيد كنت أدندن، أرتل في بعض الأحيان، أغني، أحب أي شيء إلى علاقة بالموسيقى، بالغناء، ترتيل. نعم. في الجمعات والقعدات العائلية همين أوقات مثلا نطلع سفرات أو نروح في أماكن، نحب أنه ما نغير جو شوية، أنه نغني، يعني نسوي أجواء. فهي سامعة صوتي من هالمواقف. يعني ماذا عن الأذن الموسيقية؟ من ذاك الوقت كان أتكي هذا الشيء؟ طبعاً هي موجودة الأذن الموسيقية عن طريق الاستماع، عن طريق الغناء، الترتيل، لكن انصقلت وبانت أكثر عن طريق الجوقة. يعني نعم. كانت السبب أنه تنصقل وتظهر بشكل أوضح وأجمل. أول مشاركة في خدمة الجوق كانت بكنيسة البشارة للسريان الكاثوليك بعنكاوة، تمام؟ نعم. حالياً في كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس الكلدانية عنكاوة. فهالكنيستين فقط رنمتي أم يوجد كنائس أخرى؟ في البداية كنت في كنيسة البشارة للسريان نعم. الكاثوليك. بعدين هالكنيسة يعني تقريباً أنه تفلشت، لأن هي كانت كنيسة كرفانية، فكل عضو راح في مكان معينة. فأنا وقتها رحت إلى كنيسة سلطان السلام أيضاً للسريان الكاثوليك، بقيت بها فترة معينة، يعني ما أذكر كم سنة بالضبط، بس يعني فترة لا بأس بها كانت. وبعدها صار عندي انقطاع مدة سنة، انقطعت سنة عن الترنيم بسبب العمل وانشغالاتي، ولكن بعدها يعني ما قدرت، رجعت مرة ثانية، فرحت على كنيسة الرسولين بطرس بولس للكلدان. من الأشخاص اللي ساعدوا مرتلتنا في صقل هالموهبة؟ أكيد الكنيسة، الدور الأول هو للكنيسة. في الجوقة طبعا، جوقة البشارة، كانت عندنا مدربتنا أنسان فيليب، أحب أوجه له تحية من خلال هذا البرنامج. وأيضا كان عندنا الأب الفاضل دريد بربر، أيضا تحية كلش كبيرة له، ساهموا بدور كبير أنه يصقلون الموهبة الموجودة عندي. خصوصا أبونا كان دائما يسوينا فوكاليز، فيساعدنا شلون يطلع الصوت بشكل صحيح، شلون نتنفس، فهواية أمور ساعدنا بها. وأكيد أيضا في جوقة سلطانة السلام كان عندنا العازف راني عزيز، أيضا دائما كان عنده هواية تدريبات ساعدتنا في صقل الصوت. والآن في كنيسة بطرس وبولس أيضا نفس الموضوع، ماسيرنا العزيزة جيرمين، لها كل التقدير، وأكيد أحب أوجه لها تحية أيضا كلش كبيرة. أيضا التدريبات اللي تسويها لنا والتراتيل اللي تختارها وكل شيء يسووه أصلا يعني بالجوقة يساهم في صقل الصوت.
هذه التدريبات، فقط تدربين هذا الصوت بالجوقة أثناء التدريب أم بالبيت أيضا؟ حقيقة أنا ما أكتفي بس بالجوقة، بالبيت أيضا. نعم. أنا أحب كلش الغناء، يعني من عدا الترتيل، أكيد ترتيل دائما في كل وقت، حتى يعني عندما أقوم بالأعمال المنزلية بالبيت تشوفيني دائما أنا أرتل. الصبح ممكن تشوفيني أنا أرتل، وفي أوقات معينة أبدي أنه أغني، فدائما هو موجود هذا الشيء، يعني دائما صوتي شغال. آمين يا رب. وأحب بركة. شكرا. أحب دائما أنه ما أتقيد بلغة معينة، يعني أحب أنه أرتل أو أغني بالإنجليزي، أوقات مثلا بالتركي، أي لحن أو أي أغنية أو أي شيء ممكن أنه يعجبني ممكن أنه أجرب أغني أو أرتل حسب، يعني أحب التجربات، التجارب الجديدة. ضيفتنا من التراتيل اللي محضرتها اليوم لجمهور قناة القيامة، ايش حسمعينا؟ نعم، راح أسمعكم ترتيلة للفنان وديع الصافي، ترتيلة لمريم العذراء هي، بعنوان الرب بنعمه زينك. نتمنى. الرب بنعمه زينك وبزنبق طهره كللك، رفعك على المذابح مثالا لنا، وأقامك شفيعة لشعبنا. نلتجئ إليك في مصابنا وندعوك في شدائدنا. اهطل الورد علينا نعما، وافيض الخير على عيالنا، واذكرينا عند يسوع ربنا وبضياء نورينا مرضانا. لا تنسيهم يا أمنا ومهاجرينا، مهاجرينا ومهاجرين، نرجعهم سالمين. ويسلم هذا الصوت وشفاعة أمنا العذراء مريم مع جميع مرتلتنا. آمين، شكرا جزيلا. لديك تجربة تعلم آلة الأورغ في عنكاوة مع الأخ رافت وزوجته ميكي، أكيد سلامنا إلهم. أخ رافت اللي هو حاليا مقيم في ولاية ميشيغان الأمريكية، اللي هو شماس موسى دردر. نعم. كانت تجربة جدا جميلة، قضينا وقت جدا رائع سويا، لأنه ما كانت علاقة أنه مثل طالب ومدرس أنه يريد يتعلم وفتشي، لا، كانت علاقة جدا جميلة، يعني نتعلم وبنفس الوقت يعني we have fun، أنه حلو، حلوة هاي التجربة اللي قضيناها. نعم. الآن تأسفين هالآلة؟ حالياً أنا تاركة، لكن عندي بعض الأساسيات، أقدر أعزف أي شيء بيها؟ أكيد إن شاء الله، حسب يعني أنه الواحد يكون فاضي شوية، لأنه مشاغل الحياة هواية، فأوقات ما يكون عندك وقت أنه تتفرغي للأشياء اللي أنت تحبيها. أكيد. بس أنه أنا أقدر حالياً أنه خلينا نقول بيد وحدة انه اعزف سماعي اي شيء ممكن يعني يسمعوني اياه، اقدر اترجمه على الاورج بشكل انه عزف. نعم. سماعي بدون نوتات، ولكن انا متعلمه ايضا قراءه النوته والعزف على النوته. ايضا لديك مشاركه في مهرجان
AYM للشباب في عنكاوة، ورتلتي ترتيلا انفرادي. نسمع هالترتيلة من مرتلتنا وحكينا على هالمشاركة. رتلتي قدام كثير من أبنائنا. نعم أكيد كانت تجربة جدا جميلة، أنه مثل ما قلتي أنه ترتلين قدام ممكن يكونون ألف، ممكن يكونون أقل شوية، ما أعرف صدقا العدد، لكن هو كان عدد يعني هيوج، مو قليل. سو هي تجربة كلش حلوة كانت، أنه تقدمين خدمتك بشكل ظاهر جدا قدام الناس. رتلت ترتيلة اسمها سيدي يسوع، كنا كجوقة قلنا بها. بعض الأبيات كانت عفواً يعني أنه الردة كانت جماعية والأبيات كانت انفرادية، وكان وياي أحد أعضاء الجوقة، أكيد أحب أوجه له أيضاً تحية، اسمه فادي. كان بيت إلي وبيت إلا بالترتيلة. نسمع جزء من هالترتيلة سيدي يسوع. نعم. سيدي يسوع أنت هنا قربي في بيت القربان، لم تكن أقرب إلى رسلك منك إلي الآن. جسدك دمك لاهوتك كلك هنا يا أخي يسوع، جسدك دمك لاهوتك كلك هنا يا أخي يسوع. سيدي يسوع أنت هنا قربي في بيت القربان، لم تكن أقرب إلى رسلك منك إلي الآن. آمين يا رب. هل لديك مشاركات أخرى، أمسيات تراتيل أخرى؟ شاركت في افتتاح معرض الكتاب لدار ببليا للنشر التابع لأبونا بيوس عفاص. انطلب مني أنه أرتل يعني بعض التراتيل هناك، وكنت موجودة في هذا الافتتاح وأديت لبيت يعني عفواً الدعوة. حضرتك متزوجة من الأخ عمار، عروس جديد بعد، تمام؟ نعم. أيضا خريجة هندسة إلكترونية وحاليا معلمة رياضيات. نعم. صاحبة بيت، صاحبة شغل، وأيضا تخدمين بالجوقة. نعم. تقسيم الوقت بالنسبة لمرتلتنا وأيضا دعم الزوج الأخ عمار لمرتلتنا، خاصة أنك حاليا ترتيلة خاصة بيكي روح مسليانة. نعم أكيد تقسيم الوقت، وفي بعض الأحيان نكون يعني الأمر طبيعي عندنا بأيام الأحدات، السبت يكون عندنا تدريب عادة، لكن في أيام من يكون عندنا أعياد أو مناسبات أكيد نكون علينا، يكون علينا ضغط، فشوية ننضاق بالوقت، لأنه أنت يكون مثلاً عندك فد شغل معين مطلوب من المدرسة وتدريب بالنسبة للجوقة والبيت أصلاً، فأوقات يصير عليك ضغط، لكن أنا بالنسبة لي أسمينه هذا الضغط الجميل، لأنه تعطين أجمل ما عندك بهذا الوقت، ومن تخلص المناسبة أو الشغلة اللي أنت مكلفة أنه تعمليها تحسين بالإنجاز اللي أنت قدمتينه، لأنه أنت ما قدمتينه في وقت مترهي، العكس يعني ما الفائض من وقتك قدمتي هذا الشيء، فهذا ينحسب أنه شيء أحسن. حالياً تتخدمين في جوقة كنيسة مار بطرس وبولس للكلدان بعنكاوة. نعم. أنتوا الأعضاء، أعضاء هذه الجوقة، علاقتكم مع بعض شلون؟ تساندون واحد الثاني؟
علاقتنا بجوقة محبتكم صراحة بيناتكم شلون؟ علاقتنا جدا جميلة بالجوقة، أكيد لازم يكون أكو محبة، طالما إحنا موجودين ومجمعين على اسم الرب لازم يكون أكو محبة بيناتنا، ولازم يكون أكو تغاضي عن بعض الأخطاء وبعض الأشياء اللي تصير بيناتنا. نعم. إحنا هناك جوق، يعني المساندة عندنا بشكل كلش كبير، يعني مو لأنه أنا ظاهرة في برنامج دا أتكلم هذا الكلام، لكن صدقا أعضاء هاي الجوقة واحد يساند الثاني، واحد يشجع الثاني، يعني من شخص يرتل تشوفين الباقي على أعصابهم أنه هذا الشخص حتى بس يؤدي بالشكل المطلوب وبشكل جميل، وبعد ما نخلص من الترتيل كل شخص ينطي انطباع عن الترتيلة بأسلوبه، يعني حتى لو بالخفاء، أنه مجرد أنه يسوي فت حركة أو أنه أوكي أو توب أو مهم، عندنا المساندة عندنا بطرق، نعم، لكن موجودة هي. آمين، إن شاء الله بالمحبة دائما. أكيد أكيد، الحمد لله والشكر، وهذا الشيء الفضل كله يعود الماسيرتنا العزيزة ماسير جرمين، قيادتها إلنا وإعطائها الثقة إلنا هي تخلينا نكون بهاي الطريقة. آمين يا رب. أكيد سلامنا الماسير جرمين. بالنسبة لشفيع أو شفيعة مرتلتنا رؤى دريد، أمنا العذراء مريم اللي نعم. سمعتينا ترتيلة جميلة عنها، وأيضا البابا كيرلس. نعم، البابا كيرلس من أنا وطالبة كان شفيعي، كنا بالبيت أنا وأخوي الكبير كلش نحب البابا كيرلس. شلون تعرفتي على هذا القديس؟ عن طريق أنه القنوات القبطية كثير، هو قبطي البابا كيرلس، فمن كنا نتابع دائما كان موجود، وبعض الأحيان بالكنائس من يبيعون هاي الكتب عن حياة القديسين، كنا نشتري الكتب الخاصة بحياة القديس بابا كيرلس، والصور أيضا أنا بالنسبة لي كان عندي صور كلش هواي، يعني بأيام الدراسة كان شفيعي لدرجة أنه أنا كنت أجيب الصور مالته على عدد المواد اللي أنا عندي، وفي كل مادة أنا أخلي صورة البابا كيرلس، لأن هو كان شفيعي حقيقة بالدراسة. آمين يا رب. قلتي أخوك أيضا، يعني هي العائلة كلها أكثرنا، إيه، لدرجة أنه أخوي بالوقت الحالي عنده طفلين، واحدهم اسمه كيرلس والثاني اسمه مينا. أكيد سلامنا لأخوك عزيزي وشفاعة القديسين مع الجميع يا رب. آمين. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، الخاتمة نتمنى تكون ترتيلة أخرى، وأكيد نطلب من مرتلتنا رؤى دريد تقدم تراتيل أخرى مثل الترتيلة اللي قدمتيها لنا عن الروح القدس، روح مسليانة، ترتيلة جميلة جدا. شكرا، إن شاء الله بالمستقبل يكون عندنا فرص أكثر حتى نقدم مثل هكذا أعمال. آمين يا رب. نختم بترتيلة. نعم، ترتيلة لا تدعني يا رب. نعم. لا تدعني يا رب أصل إلى ظلمة اليأس، وأعتقد أن ليلي لن يشرق منه الشمس، أعطيني ألا ينقطع رجائي، وأحس بأني متروك لشقائي. دعني أذكر أن ليلي سيملأه الضياء، وحجر القبر سيفيض منه العذاب. إلهي
هذا العناء لا معنى للحياة بدونك ولا للبقاء بعيدا عنك وحدك أنت القيامة والرجاء. استمع يا رب مني هذا الدعاء، لا تدعني يا إلهي كلني اليأس حتى الفناء. آمين يا رب. ضيفتنا مرتلتنا رؤى دريت، لأدكي بحدود 9 سنوات خدمة في جوق. نتمنى لك تستمر هالخدمة أكثر وأكثر، ومن عطاء إلى أكثر. أيضا نتمنى توصلين سلامنا لأبنائنا في عنكاوة. أكيد. الشكر الكبير لكم إعلاميتنا الرائعة جنان سجنان، وأكيد لمخرجنا دان. رب يحفظكم ويبارككم حتى تخدمون اسمه. آمين. ممنونين عزيزي. متابعي قناة القيامة، نشكر حسن تواصلكم معنا. تابعونا وحلقات أخرى جديدة متنوعة.